سؤال المصارع اسماعيل بلال، احنا كنا تابعناك في الادوار التمهيديه والدور النصف النهائي، راينا كان ايجابي حولك، انت رياضي متكامل، لكن بالمقابل المنازله سير طبيعي على الورق راهي يوسف عنايه اللي راهو محضر ومدرب وداير حسابه لكل تفاصيل صغيره وكبيره، حبينا نعرف انت واش راك موجد ليوسف عنايه. دون ان شاء الله راني موجد له ان بلان شباب، راني راهي نهبطوا للسول ونحفي في السول باذن الله. واو بزاف، انا حضرت مع الكوس مراد تحضير غادي تنخلع دماغك. بون انا ما جيت باش نهضر، باش نوريك واش كاين تما لي بريباراسيون تاوعي ولي تكنيك تاعي، ان شاء الله نوريهم في الكاج ان شاء الله. انا معروف بلي ما نهضرش بزاف، ما نهضر في الطاقة. صباح الخير ان شاء الله. غادي تاع ان شاء الله باذن الله تاع باذن الله. اسمعك حبيت نسكسيك برك، كنت تخدم الصول ولا يخدم جون دي بار؟ انا موجد له خدمة. اش قراك موجد له على لي جون دي بار؟ فوطو متكامل. شغل كاع يوجد كاع كلش كاع، زعما يقدر ليش. والو والو. راك مقنع. الحمد لله، راني محضر مع الكوتش مراد الله يبارك. انت شكون اسمك؟ غدوة ان شاء الله نشوفو. انا كي كنت نبريباري هو كان راكب. جيت تمشي معايا. لا 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 كاين برك عندي كراج، هو يبريباري الصباح انا بريباري عشية. بصح انا كي بريباري الصباح انا بان لك بريباري. انا بريباري انت تكون راقد انا. من كنت هي صعيبة بزاف، واحد سبيساليتي الفوق فايت بين رجلين، واحد سبيساليتي سول اللي سمعنا معقول بزاف. لا لا فامي ندير كومبا بارابور. وانا نحييه باسكو نهار كي بدا يهضرني واش قال لي؟ قال لي يا شيخ بدا قال لي بارابو لي كوتش تاعو، قال لي حاس راني لافونسي وانسان اللي راهو يافونسي ما تخافوش منه، ما تخافوش عليه بالتوفيق. تفيقه حاره عليه.